بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس الثاني من دروس العقيدة في الدورة الخامسة. نحن ذكرنا في الدرس الماضي 10 حقائق لا بد أن يعلمها المسلم في موضوع النبوة. يلا على الماشي، أول الأولى الثانية الثالثة الرابعة، يلا إذا ما بنرفع إيدنا بنحمل بمشي بعدين. أنا تفضل. تتحت سلسلة النبوات بسيدنا آدم، هي الأولى. إيمان غيره، تفضل. واختتمت سلسلة النبوات بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جيد. غيره. حقيقة الثالثة البنات. البنات تفضلي بنتي. يعني الأنبياء الذين ذكرهم القرآن الكريم يجب علينا أن نؤمن بهم على سبيل التفصيل، وهم قديش عددهم؟ 25 نبي. حقيقة على السريع نحن. الحقيقة الرابعة. الرابعة. تفضل. فرق بين الرسل والأنبياء. لا هلا نحن خلينا على ما عم بسألك الفرق بين النبوة والرسالة. الحقيقة الرابعة. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل الناس. سمت فوارق بين رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة من قبله. أعطيت 5 اللي وردت في الحديث. نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس عامة، بينما كل رسول قبله أرسل إلى قومه خاصة. ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة، وقلنا هي الشفاعة الكبرى. طيب الحقيقة السادسة الخامسة. رفع اليد. جوهر النبوة لا يتفاوت بين نبي وآخر. تفضل سيدنا. بسم الله. جوهر النبوة لا يتفاوت، يعني النبوة حقيقتها واحدة، هي عبارة عن وحي وتلقي ورسالة عبر سيدنا جبريل، لا تختلف ماهيتها، جوهرها لا يختلف. ما الذي يختلف؟ مكانة الرسل. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الحقيقة السادسة. تفضلي بنتي. النبوة لا تأتي عن طريق الكسب، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في العلم أعلى عقبة. ما لا تأتي. الآن نحن نتعلم لنكتسب علما. لاحظنا شهادة ابتدائي إعدادي بكالوريا جامعة تخصص، لكن النبوة مهما تخصصت ومهما تعلمت لا يمكن أن تصيرها نبيا عن طريق الكسب، لكن الله أعلم حيث يجعل رسالته. طيب جيد. هذا بس هو البيت ولو رقى في الخير أعلى عقبة. غيره. تفضلي بنتي. النبوة ليست مرحلة متطورة عن الكهانة أو السحر أو الشعوذة كما يقول العلمانيون والماركسيون. النبوة حقيقة مستقلة بذاتها بدأت مع بداية البشرية ولم تأتي بهذا التطور. يعني هذا طبعا للإساءة لأنهم منكرون يتكلمون بهذا الأسلوب. جيد. نعم. الإيمان بجميع الكتب السماوية. نعم. تفضلي بنتي. الشريعة الإسلامية ناسخة لكل شريعة مضت. طيب الشريعة شو في عندي غير الشريعة؟ الرسالات أصلها واحد وتختلف الشرائع. ها ما معنى أصلها واحد؟ أنا بس مشان أنا هيك أنا مشان أستوعب يعني. ما معنى أصلها واحد؟ يعني العقيدة ثابتة والمنظومة الأخلاقية
ثابتة. انتبهوا عليه، العقيدة الإسلامية ثابتة لا تختلف. يعني الله عز وجل ما قال له لسيدنا عيسى أنت ابني هيك بلغه، استغفر الله حاشا نحن ننقل، ولا قال أو قال له آب ابن وروح القدس، وقال له لسيدنا موسى خبره أنه العزير ابني اثنين يعني، وقال له للنبي عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد الله الصمد. لا، الجميع أنزل عليهم قل هو الله أحد بطريقة أو بأخرى، هذا المعنى بلغه وبلغه كل الرسل، واضح؟ قل هو الله أحد، عقيدة لا تختلف، وجود جنة، نار، بعث، ميزان، حشر، صحف، ملائكة، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالجن، الإيمان بالكتب، كل هذه العقيدة التي ندرسها لا تختلف بين دين وآخر. هذا معنى قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. جيد، غيره خلص خلص. الآن ننتقل إلى درس جديد. الدرس الجديد، طيب، هذا النبي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، سواء كان آدم أو كان من ذكرهم الله أو من لم يذكرهم، من قال تعالى منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه، آدم الذي افتتحت به الرسالات ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي اختتمت به الرسالات والنبوات، ما هي الصفات المشتركة التي ينبغي أن يتصف بها النبي والرسول؟ هذا هو درسنا اليوم. قال عندنا عدة صفات ذكرها علماء العقيدة، أول صفة من هذه الصفات الذكورة، أن يكون النبي والرسول ذكرا. طبعا هذا لا يعني نحن بزمن بيقول لك أنتم مجتمع ذكوري وكلام العلاج المصدي وكذا، إيه لا، الذكورة لأن طبيعة الرسالة تتطلب ذلك، طبيعة الرسالة تتطلب ذلك. طيب ما الدليل على أن النبي ينبغي أن يكون ذكرا ولا تكون امرأة نبيا كما قال يعني في بيت شعر يذكره علماء العقيدة ومنهم العلامة الباجوري، ولم تكن نبيا قط أنثى ولا عبدا ولا عبد وشخص ذو فعالي، يعني لا المرأة تكون نبيا ولا العبد يكون نبيا لأنه محدود محدود في علاقاته، لو كان ذكرا لا يستطيع أن يتحرك إلا بأمر سيده، وأيضا الشخص ذو الفعال يعني الفعال السيئة أيضا لا يكون نبيا. سنأتي بالصفة الثالثة عن هذه النقطة. ما الدليل؟ الدليل أن كل الذين ذكرهم، طيب فضل فضل اللي رفعت إذا فضل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا وما أرسلنا جيد من قبلك استشهاد جيد إلا رجالا نوحي إليه، ما نوحي إليهن، وما قال رجالا ونساء، قال إلا رجالا، جيد هذا الاستشهاد. الشيء الآخر، كل الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله في القرآن وين هو ما أجا؟ كل الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كانوا رجالا، يعني كانوا ذكورا، لم يذكر الله عز وجل لنا يعني امرأة على أنها نبية كلهم. طيب الشيء الآخر، النبوة تقتضي الإمامة، النبوة تقتضي الإمامة، والمرأة لا تستطيع أن تكون إماما في كل شيء. عندما نقول إمامة، الإمامة الإمامة المطلقة، يعني لو عدنا إلى مثلا إلى بني إسرائيل فنجد أن أنبياءهم كانت هي التي تسوسهم. أنا من يومين عم بسمع هيك ما هذا فيصل القاسم وحاضر واحد إسلامي وواحد علماني، أمالوا أنتوا شو بدكم؟ يعني أنتوا ليه زعلانين أنه عم نبعدكم عن الإسلام السياسي؟ مين عم يقولوا الكلام؟ فيصل القاسم. ليش أنتوا زعلانين أنه عم نبعدكم نحن عن الإسلام السياسي؟
خليكم انتم الاسلاميين بعاد عن قذاره السياسه. قام قال له قذاره السياسه حدثت عندما تحكم فيها العلمانيون، اما بنو اسرائيل فقد كانت تسوسهم انبياؤهم. لاحظنا كانت تسوسهم انبياؤهم. فالرسول ومن بعده الدعاة هؤلاء يعني يبلغون رسالة الله عز وجل، يبلغونها فقط في الصيام والصلاة والزكاة والحج. يا جماعة إذا أتينا إلى هذه الأحكام، ركزوا معي، إذا أتينا إلى هذه الأحكام، هلا الله يجزيه الخير الشيخ ياسر عم يتكلم لنا عن الحظر والإباحة، إذا أتينا إلى، طبعا هو خرج عن موضوع الصلاة والصيام، تجاوز يعني دخل في الدائرة الأوسع، لكن إذا أردنا فقط العبادات لا تساوي 10% من أحكام الفقه الإسلامي، 10%. الإسلام حضارة متكاملة، يعني يتابعك من صرخة من أنة الوضع إلى صرخة النزع. لاحظت معي من بدايتك، من أول لحظة بدنا نقول لك الله أكبر، بدنا نقدم، بدنا نسمعك ذكر الله، وعند لقاء الله قبل لقاء الله بدنا نذكر الله ونقول لا إله إلا الله قدامك، وبينهما يتدخل في كل شيء، في الخطبة، في الزواج، في الطلاق، في النكاح، في الحقوق، في البيع، في الشراء، في الرهن. هذا الرهن شو هذا؟ هذا إسلام سياسي، هذا حياة. ف لا تستطيع أن تفصل الإسلام عن الحياة. فبنو إسرائيل كانت تسوسهم، نحن طلعنا شوي برات الموضوع، كانت تسوسهم أنبياؤهم. فالنبي يقود الأمة، يقاتل، يحكم، لاحظنا، يصلي إماما، يعني إمام في الصلاة وإمام في الجهاد، وهذا ما كلف الله عز وجل به النساء، لذلك لا تكون امرأة نبيا. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إمام مطلق في كل شيء. طيب هذا الكلام أن الإمامة لا تكون المطلقة لا تكون إلا للرجال، وبالتالي النبوة لا تكون إلا للرجال، قد يعكر صفوها ما جاء في قوله تعالى، قد يعكر صفو فهمنا، مو صفو الحقيقة، نحن فهمنا. نقرأ في قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا، الله عز وجل قال أوحينا، من يعرف لي الوحي؟ هذا من الدورة الماضية نحن عرفنا الوحي. تفضلي بنتي. هو تلقن منه صلى الله عليه وسلم أو أي نبي، إحنا نتكلم عن الوحي، تلقن منه صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي جبريل، لا يستطيع لا اختيار له في جلبه ولا يستطيع له ردا، يعني لا يستطيع أن يرد، هذا أمر خلاص اختاره رب العالمين، اختار النبي عليه الصلاة والسلام يكون نبيا، فيأتيه جبريل فلا يستطيع أن، يعني لا هو بكسبه ولا بغير كسبه يستطيع أن يجلب ظاهرة الوحي ولا يستطيع أيضا أن يردها. لما سيدنا جبريل في أول لقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه في غار حراء، خاف النبي عليه الصلاة والسلام، غار حراء فوق وما سمع أصوات، ما سمع ناس عم تطلع، قال اقرأ، قلت ما أنا بالقارئ، مسكه حكينا هالكلام وسأتأكد عليه، قال فضمني حتى بلغ مني الجهد، تعب النبي صلى الله عليه وسلم، ضمي قوية ثم أرسلني، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فضمني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، قال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. هلا مين بيعرف ليش ضمه 3 مرات وحتى بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم الجهد يلي قدام رؤى؟ ليأكد للرسول
ليس خيانة. جيد جيد، يعني هذه حقيقة وهذه المرة الأولى، فيحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعرف على هذه الحقيقة. يا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا له بلسان الحال: أنت لست في منام، أنت مالك عم تهدوس، أنت مالك مريض، أنت مالك مرتفع حرارتك. يعني بصير واحد مرتفع حرارته بهودة، لا لا انتبه انتبه، أنت في كامل قواك العقلية، وهذا الذي يأتيك من خارجك وليس من داخلك. لأن المستشرقين ساعة بيقولوا عن ظاهرة الوحي هي إشراق نفسي، وساعة بيقولوا عنا صراع، وساعة بيقولوا عنا تأمل، وساعة يعني بدي تطالعوها شغلة من داخل النبي عليه الصلاة والسلام. ما بدهم يقولوا انه في شيء اسمه وحي وجبريل وملك وسماء، لانهم اصلا ينكرون نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فيتلاعبون بالالفاظ. لا، هذه حقيقة خارجة عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال خاطبه: اقرأ في صوت في رجل قدامه. طبعا سيدنا جبريل تشكل على الفكرة: اقرأ. قال: ما انا بقارئ. فضم ضم قوية حتى تعب. إذن في شيء من خارجه يخاطبه، يضمه، يجهده، يتركه، يعيد السؤال ثم يضم، يجيبه ثم يضمه ثم يعيد ثم يجهده ثم يرسله ثم بعد ذلك يسأله للمرة الثالثة ثم يضمه وبعد ذلك يقول له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى تتبين الأمور في أول محطة من محطات النبوة. واضح هذا الكلام أبنائنا بناتنا؟ واضح. طيب، إذن قد يشكل الآن، قد يعكر صفو هذا الفهم قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى. قال أوحينا، مين عنده أو عنده جواب قبل ما نحكي؟ تفضل. الواحد بيكون بإرسال رسول يعني ملك، بيكون أحيانا في المنام، بيكون أحيانا بالإلهام. هاي الأخيرة جيد، يعني هنا أوحينا بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الوحي الذي هو تلق منه صلى الله عليه وسلم لحقيقة خارجة عن ذاته عن طريق الوحي جبريل، ليس لها له أن يجلبها ولا أن يردها. طيب، إذن هذا التأويل إنه أوحينا بمعنى قذفنا، ألهمنا. لذلك يعني أم موسى أوحى الله إليها أن ترضعه، مع أنه هي خايفة عليه، كان فرعون يقتل كل الذكور في بني إسرائيل أو في قوم موسى، وهذا يعني في إسقاط هيك قوم موسى لما بني إسرائيل، قوم موسى أوسع من بني إسرائيل، يعني كل الذين آمنوا بالله في فرعون اسمه أخناتون، كلمة فرعون مثل ملك، كان موحداً، فجاء كل من كانوا موحدين في زمن فرعون الذي ادعى الألوهية صاروا، لذلك الله قال قوم موسى، ما قال بني إسرائيل، قوم موسى، والجنود الفارين شون المنشقين، كل هؤلاء قوم موسى. فهؤلاء شو كنا عم نحكي؟ طلعنا نحن، اللهم صل على الإلهام. وأوحينا، فكان يقتل كل واحد ذكر، كل ذكر في قوم موسى. ليش؟ لأنه في منام هو شافه أنه في نار خرجت من بيوت بني إسرائيل فأحرقت قصره، فقال له: سيخرج ولد يدمر ملكه. فقرر يقتل الجميع، وبعد منها قالوا له: خلص الخدم، حيخلص الخدم، نحن الخدم من هدول. فهو يشوف يفكر حاله، يفكر حاله رب، يعني يستغفر الله، عم يضحك على حاله، قال له: يا فرعون من فرعنا؟ شو قال له؟ ما في مين يردني. اي نعم. فقرر ان يجعل سنه للذكور يقتلون وسنه لا يقتلون. فسيدنا موسى صادف السنه التي يقتل فيها الذكور، وسيدنا هارون صادف السنه التي لا يقتل فيها الذكور. زائد ما في قصة بهذا الموضوع عن سيدنا هارون. سيدنا موسى، طيب شو بدها تعمل هي أمه؟ إذا كانوا يفتشوا في البيوت مين حبلة مين كذا، كانت تتخبى. يعني لما حبلة في ستنا أم موسى اختفت عن الأنظار، ما بدها تظهر قدام حدا، ما تجي وحدة ترفع تقرير لجماعة فرعون إنه
هي حبلة معناتها بدهم يتأكدوا بعدين ذكر أو أنثى. قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. اليم يعني البحر. حطته بصندوق وين راح؟ لبيت فرعون. الله الله يسخر من فرعون. ذهب الصندوق إلى بيت فرعون وألقى الله محبة سيدنا موسى في قلب زوجة فرعون ورباه فرعون ليقضي عليه بنفسه. يعني رباه تربية على القتال على الرشاقة على تعلم بيت فرعون. يعني في رياضة وفي لياقة بدنية وفي ركوب خيل وفي 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 دراسة وفي علوم وفي دنيا وفي لغة غير. يعني أسسه تأسيسا قويا فمن أجل أن يقضي بيده على ملكه. هذا رد أنك لست ربا. طيب الله إذا هنا المقصود المعنى اللغوي. ومثل هذا الكلام يرد في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. يعني قذف الله في النحل ألهم بهالمعنى ليس بمعنى الوحي الذي هو إرسال وملك ونبي ورسالة ونبوة. نحن نقول الآن لا يوجد امرأة نبية فكيف يكون النحل؟ لا هذا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي يعني قذف في أنفسها. لذلك أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. نحن بنروح نساوي الدوالي وهن بقلب الدوالي بصيروا بقى بياخذوا بساوي بيوت وبساوي كذا. يعني نحن نهيئ لهم من حيث لا نشعر. طيب إذا هذا الإشكال غير وارد. هذه هي الصفة الأولى في صفة الأنبياء والرسل يا عبد الحفيظ. الصفة الثانية ما هي؟ قال الأمانة. يعني لا ما أظن أننا نحتاج إلى أن نشرح كثيرا في موضوع الأمانة. رب العالمين يقول بل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الأمانة تقتضي أن يبلغ كل ما جاءه عن الله وأن لا يكتم شيئا وأن لا يبدل شيئا. وهذه صفة يعني هذه الصفات كلها اللي حكينا أجمع عليها والتي سنتكلم فيها إن شاء الله أجمع عليها العلماء. وبالمناسبة يعني رب العالمين يقول ولو انتبهوا لها الآية ليش خطيرة. ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض مو تكلم نسب إلينا أشياء لا بعض البعض يصدق على الواحد. لذلك عند الشافعية يعني وامسحوا برؤوسكم قالوا الباء للتبعيض يعني ببعض رؤوسكم فيصدق على شعرة أو جزء من الشعرة أنه إذا مسحها يكفي هذا في ركن المسح وامسحوا برؤوسكم. فالبعض نعم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. اليمين يعني المقصود القوة. ثم لقطعنا انتبهوا عليه شوفوا ثم لقطعنا منه الوتين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أليس كريما على الله؟ هذا الكلام خطاب له والحقيقة موجهة لمن؟ لأمته. حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين يدي الساعة 30 كل يدعي أنه نبي. يعني في عندنا دجالين. فهذا الخطاب أولا تبرئة للنبي عليه الصلاة والسلام وتثبيت للأمانة أنه لن يفعل ذلك. ولو تقول لو درست لنجحت لكن ما نجحت لأنك ما درست. لو تقول لأخذنا لكن ما أخذنا منه باليمين لأنه ما تقول. وضحيت شايفين اللغة العربية كيف بتلحقنا وين ما مرور. اللغة العربية علم آلي. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الخطاب هو لكن هذا تأكيد على أمانتي عليه الصلاة والسلام وعلى صفة الأمانة بالأنبياء. الخطاب إلنا. لذلك بعدين شو رب العالمين قال فما منكم من أحد
عن وحاجزين. فدير بال الواحد، واحد هذا البهاء اللي ادعى البهائية، والثانية اللي ادعى هذول غلام أحمد قادياني اللي ادعى القاديانية، وكل واحد ادعى انه رسول وانه نبي وانه ما بعرف شو قصص شيء مخيف. هذول كلهات هون يعني هذول بطبع هذا الكلام. فسنقف جميعا بين يدي الله، وكل واحد منا سيحاسب على اختياره، اختار درب الحق ودافع عنه فسيجزى ويجازى ويكافأ، أو اختار درب الباطل ودافع عنه وعاش عمره خادما لحذائه فسيحاسب أيضا يوم القيامة. وهذا تهديد من الله هذه الآية، وهذه تدل أيضا على الأمانة. طيب لو أن الله عز وجل قال العلماء ما جعل الأنبياء يتصفون بالأمانة، ماذا يعني؟ إذا ما اتصف النبي بالأمانة هذا يعني أنه يتصف بالخيانة. طيب ما معنى أن يرسله الله عز وجل وأن لا يكون أمينا وأن يزيد وينقص؟ الكتب التي حرفت بثلاث أشياء، الكتب التي حرفت التوراة والإنجيل وكل الكتب اللي تمرت ما علمنا منها وما لم نعلم، حرفت بثلاثة أشياء: إما بالإضافة أضافوا نصوصا إلى تلك الكتب ليست من كلام الله، أو بالحذف حذفوا نصوصا من كلام الله وخبأوه عن الناس، أو بالتأويل الفاسد، أول تأويلا فاسدا يعني كما قلت لكم أظن الدرس الماضي، اليهود عندهم الوصايا العشر: لا تقتل، لا تسرق، لا تزني. شو قالوا؟ لا تقتل يهوديا، لا تزني بيهودية، لا تسرق يهودية، يعني أول تأويلا فاسدا. لا يستبعد أن تكون هذه يعني هي بأصل موجودة في كل الشرائع، يعني هذه قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشدوا به شهوات إحسانا، فهذه الأشياء موجودة في كل الكتب. ماذا فعلوا؟ تيل مسلم معلش، تيل فلسطيني معلش، تيل نصراني معلش، تيل بوذي معلش، مو أنا عقوم مبالغة. هلا بيجي واحد على فكرة في طريقة جديدة لمحاربة المشايخ بقصة من الكلام. أنا شو اللي دلها قبل شوي؟ تيل فلسطيني معلش، تيل مسيحي معلش، تيل شو بياخذ؟ بياخذ هاي القطعة بيقول هذا الشيخ الفلاني يقول كذا. فبيجي ناس كمان متابعين بياخذوا يجيبوا بيحطوا النص كاملا، بيحطوا النصين قدام بعضهم بيقولوا هذا مجتزأ وهذا في كذب. فكثير الان في طعن باهل العلم من خلال الاجتزاء. هكذا هم يقولون معليش معليش معليش، والنتيجه تحريف وتبرير للقتل وللجريمه المنظمه. واضح؟ طيب الصفه اذا الأنبياء يتصفون بالأمانة، ولو أن الله عز وجل لم يجعلهم يتصفون بالأمانة لكانوا سيتصفون بالخيانة، ولو كان ذلك كذلك لكان هذا يعني عبثا، وحاش الله عز وجل، حاش لله عن العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. العصمة من الوقوع في الذنوب، العصمة من الوقوع في الذنوب. هلأ الذنوب ثلاثة أنواع: إما ذنوب يعني يتجسد فيها صاحبها معنى الكفر، بالإجماع الأنبياء معصومون عنه قبل البعثة وبعد البعثة. الذنوب الكبائر الأنبياء معصومون عنها قبل البعثة وبعدها. الذنوب الصغائر هذه التي اختلف فيها يعني قال فيها بعض العلماء قولا، لكن الذي رجحه جهابذة أهل العلم وعلماء العقيدة وأكثر وليس علماء العقيدة أكثر علماء العقيدة على أنهم أيضا معصومون من الصغائر قبل البعثة وبعدها. لذلك لا يصح ما يوجد في الإسرائيليات عن سيدنا يوسف أنه يعني هم بها وجلس منها مجلس الرجل من امرأته، كل هذا الكلام لا يصح لا من قريب ولا من بعيد، لأن الأنبياء معصومون. ولقد همت به
وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ولقد همت به. قال الشيخ عمر الجسويد يقول وهون وقف، ولقد قال أنا لو الأمر إلي لأجعل وقوف واجب. ولقد همت به، هي همت وهي وطردت الخدام أو أعطتهم إجازة وغلقت الأبواب ولبست لباس الفتنة وقالت هيت لك، وفي قراءة شاذة هيأت لك، لكن وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني ما هم بها، قال أنا يعني أميل إلى من قال بوجوب الوقوف همت به هي، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني ما هم بها، ما أنه ما كان نبيا، فالأنبياء معصومون عن الكبائر والصغائر والمكفرات قبل البعثة وبعدها. طيب الآن أيضا قد يعكر صفو هذه الحقيقة بعض ما جاء، مثلا قصة سيد يوسف حكيناها الآن، يعني بيناها. سيدنا موسى فوكزه موسى فقضى عليه، قال العلماء هذا قتل خطأ ليس معصية. يعني سيدنا موسى شاف القبطي وشاف واحد من بني إسرائيل عم يتضاربوا مع بعضهم، سيدنا موسى من أولي العزم قوي، طول بالك انت وياه، رجع هيك ذاك بالضرب، عم اقول لك رجع اعمل له هيك، فوكزه موسى. القضية قضية، ليست قضية قتل أو تعمد، المعصية تكون في تعمد أن يفعل الإنسان شيئا. واحد راكب سيارته هلا انتبهنا، طلع بوشه شغلة، طلع كلب بوشه، فات في قلبة السيارة قتل زلمة، هذا يعتبر عاصي طبعا إلا إذا مسرع يعني، واضح؟ فالقتل الخطأ يعني في لا علاقة له بالمعصية، علاقته بضرر وقع على من العائلة التي ذهب معيلها، لذلك فيه دية وفيه كذا، مو هيك يا مصطفى؟ مصطفى الحاجي صحيح أنا عم بحكي؟ إذا أنا خليك عم تركز معي مشان إذا أنا غلطان صلح لي الله يرضى عليك، مو هيك؟ طيب أيضا في عندنا قول الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى. الله عم يقول عصى، نحن عم نقول افتتحت النبوات بآدم سيدنا آدم عليه السلام، وانتوا عم تقولوا الأنبياء يتصفون بالعصمة من الذنوب والمكفرات كبائر والصغائر قبل البعثة وبعدها، ورب العالمين يقول عصى. هذا الكلام مين عنده جواب؟ تفضل ابني. الجنة ما كانت تحت التكليف. جيد، هذا الجواب الأول. جيد، التكليف متى بدأ؟ عندما نزل آدم إلى الأرض. هذا الكلام أين حصل؟ في الجنة، في الجنة. ف وعصى، هي هذا الجواب الأول، فهو غير مكلف حتى. المعصية بمعنى مخالفة أمر الله، هذا التكليف كان في الدنيا. جيد، غيره في كلام لسه ثاني، فنسي ولم نجد له عزما. والإنسان الآن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واحد فعل، هلا كنا عم نحكي بالخطأ بالنسبة لسيدنا موسى، الخطأ رفع، مو الخطأ يرفع، الخطأ يقع، اسم الخطأ. قال العلماء هنا تقدير، رفع عن أمتي اسم الخطأ. والنسيان، نسي الواحد، طيب من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. هذا جواب ثاني، في جواب ثالث لسه. الله عم يقول عصى، أن الشيطان أقسم له بالله، هو لم يظن أنه ممكن يقسم له أحد بالله. لا لا ما لا لا. عصى ليست بمعناها الشرعي. جيد، إنما هي بالمعنى اللغوي. يعني أنا شو بقول لك هلا؟ بقول لك أنا نصحت وسيم فعصاني.
أنا ما كلفته تكليف، أنا نصحته يا وسيم دبانا نام على بكير. ما نام على بكير، مو تكليف، أنا عم بنصحه والله بدي شارك محمد، لا تشاركه ما سويت، أو شاركه نصحته. طيب هنا المخالفة ليست بمعنى يعني أمر إلهي وتم رده، أولا لأن المقصود بعصا المعنى اللغوي، ثانيا بدليل أن الله عز وجل فنسي ولم نجد له عزما، ما كان عازم على المخالفة، وثالثا كما قال أخونا أن المعصية أن التكليف بدأ في الأرض في الكرة يعني عندما نزل إلى الأرض، فأما قبل ذلك فلا تكليف فلا يعد عاصيا. إذن هذه يعني الأحاديث أو الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل لا تعكر صفوة أن الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر والمكفرات قبل البعثة وبعدها. يعني طيب مين بذكر لي شغلة هيك صارت مع النبي عليه الصلاة والسلام تؤكد هذا الكلام من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ عندما كان يرعى الغنم النبي عليه الصلاة والسلام وسمع صوت عروس يعني حفلة، وكان يريد أن يذهب إليه فيطرح عليه الله سبحانه وتعالى النوم إلى أذان النوم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما يعني أحببت أن أطلع من باب الاطلاع على شيء من ما تفعله العرب في الجاهلية، عندهم إني نوادي إلا مرتين. لما قرر يروح راعي غنم اللي تروح معه وهو ما له مكلف ولا بيعرف إنه هذا حلال أو حرام، جلس أكل له شغلة، شرب له كاسة شاي، غلبهم النوم حتى خلص العرس، لأنه أعراسهم مختلطة مثل أعراسنا هلا، مو أعراسنا نحن، مثل أعراس المجتمعات الغربية والمتغربون من أبنائنا، مختلط نساء ورجال، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية. ما حكيت لكم مرة واحد قال لي أنا عازمك على عرسي بالمدينة المنورة وهو من أبناء القدس، أنا شو قلت لحالي وعرسه وين؟ بعمان. شو قلت لحالي؟ والله بدي هيك أتبارك بأهل القدس. بحبنا كثير عمان، بدي روح أتبارك. قررت وأخذت معي والله رحت ركبت أظن سيارتي مدري رحت التاكسي ما عاد أتذكر. ما وصلت على عمان في الدو عمرة ما بعرف عند أي دوار، هني في دوار الأول والثاني والخامس والسابع، وصلنا على الليل سألت آل السماء نزل العريس تفضلكم، شافوني أنا بجبتي وما أشتح الجبة العمامة والجبة أنت حالي والله لا. يعني أنا جاي فعلا لأتبارك بأبناء القدس لأنه هو أنا بعرفه بأبناء القدس، فعيلته مقدسية. فلما رحت بدي ادخل وصلت على الباب طالع النساء ما بدنا نشرح نسأل الله العفو والعافيه، ترجعت احجبت انت رجعت قلت له اخي بدي اشوفه انا وخلص بطلت داري مختلط وين القدس وين ابناء القدس وين طبعا ما انه ابناء القدس يعني الطائفه المنصوره فيها في بيت المقدس وابناء في بيت المقدس. ليش الطائفة المنصورة فيها؟ لأنه في ناس بتخالف وتضيع. زعلت كثير والله وما تعشيت، البوفيه مفتوح ورحت لعند واحد أهلنا بالطين تعشينا عنده، إيه ما كان سيارتي معي، وصلني على الكراج وركبنا بالسيارة ورجعنا. فحال الأمة يحتاج إلى الكثير، صلى الله عليه ردنا إلى ديننا ردا جميلا. كمان سيدنا إبراهيم لما ظاهر ما فعل أنه كذب قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، شو قال له؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فهي كمان ظاهر، لكن هو أراد أن يستدرجهم إنه أنتوا شغلوا عقولكم، لأنه أتى كل الآلهة بالمعبد وخلى الصنم الكبير، نحن صار الوقت مو هيك؟ إيه؟ خلى الصنم الكبير وحط عليه الفأس مشان بقى انه هذا اللي قتلهم مشان يشغلوا عقوله انه مقول، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون لحظه صدق، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون
هنا قام الحج عليهم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم لما تعبدون من دون الله وهيك يا شيخ مصطفى أفلا تعقلون. طيب بقي مسألة بس ما حن يعني نتركها للدرس القادم أنه النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في أمر لم يأتي فيه وحي وهل يقر على اجتهاده إذا أخطأ وهل اجتهاده ملزم لنا هذه المسائل وهل يتعارض هذا مع العصمة هذه الأشياء سنتناولها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي تتمة الصفات وأمور أخرى إن شاء الله مرتبطة بهذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.